اقول اقول هو الدوش ديال الدوش اللي كندوشوا به في القراقره الاخوان هو هذا تبارك الله. السله كتدخل الاخوان لداخل ولكن الاخوان واحد السخونيه كتكون فيه ما نعاودش لكم تبارك الله. بسم الله السلام عليكم اخوان واخوات داخل الوطن وخارج الوطن. تحياتي لكم كبيره اخوان صباحكم مبروك من قلب سوق الجمعه ديال القراقره الاخوان بتاريخ 18/11/2022. تحياتي الاخوان واخوات داخل الوطن خارج الوطن صباحكم مبروك. تحياتي للجميع نشكركم على الدعم ديالكم الاخوان وبقوا دائما متواصلين معنا على الدعم ديالكم الاخوان الله يجازيكم الخير وتحياتي للجميع صباحكم مبروك. السلام عليكم. كيداير عمو؟ ما كاين كلشي بخير امور مزيانه الحمد لله. الله يحفظك الله يبارك. ما عرفتش شحال الفص عمي؟ فص 15 ونص 14 ما مقادش على وجهها 13 على وجهها على وجهها على وجهها تبارك الله. بحال دابا هذه اللي قدامك العمو شحال؟ لا بحال 15 هذه 15 تبارك الله. وهذوك التبن عمي؟ التبن 700 750 700 750 اي هو التبن مطحون عمي؟ مطحون تا هو 900 950 على وجهه على وجهه. السلام عليكم. اييه كلشي كله على وجهه كله على وجهه كله على وجهه ديالك. اييه اييه الله يحفظك تبارك الله. اي والله يرحم فينا. امين امين العموم بغات تشتري العموم. امين اييه بغات تشتري العموم. الله يغيثنا الله يغيثنا الله يغيثنا عمي الله يغيثنا. اييه الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليك العموم. الله يسر الله يسر امور الله يسر الله يسر الله يحفظك. السلام السلام عليكم. كيداير ولد عمي؟ بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يبارك. ما شحال الثمن ديال الفصه؟ 15 هذه الاخوان 75 درهم الفصه تبارك الله 75 درهم تبارك الله. فصه كتبان مليحه الاخوان تبارك الله 75 درهم. الله يسر الامور خويا الله يسر لك الله يسر لك. هذا ولد عمي التبينه كتقول 900 ما عطاوش كيقول 45 درهم ما عطاوش الاخوانيه. نطلبوا من الله الله يسر لك الله يسر لك. والتبنى اخويا من هذاك 700 التبنى الاخوان 35 درهم 35 درهم التبنى تبارك الله. الله يسر الامور الله يجيب السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير عمي؟ بخير كلشي مزيان الله يبارك. ديالك الفال شحال عمي؟ مازال على الله مازال على الله. الله يسر لك الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يجيب تيسير. شحال صاحبي عطينكم؟ ما ديالكش اياه ما ديالوش انا. السلام عليكم. كيداير ولد عمي؟ بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك. الله ما شحال عطيكم في التبين اخو؟ باقا مع الله على الله. والفصه تا هي؟ اي باقا على الله تا هي على الله. ايوا شحال كتقولوا انتم؟ ما كنقولوا 14 كنقولوا 1000 ريال. هذاك الشيء ما مقادش ما مقادش هي تبارك الله. بحال هذه كتبان لي تبارك الله راه زينه الفصه هذه مليحه مليحه تبارك الله هي تبارك الله. طلبوا من الله الله يسر لكم الله يسر امور تبارك الله عليك. عطاكم شي حاجه في هذا الكوكب ودعم؟ شحال عطاو؟ 900 تبارك الله 900 الاخوان اللي عطاهم 45 درهم. شحال كتقولوا انتم شحال؟ 1050 كيقولوا 1050 الاخوان تبارك الله. واخا قول لي بغيتي تخلي النمره ديالك يشوفوا الاخوان الفيديو يكونوا في شي بلايص يعيطوا لك وديها لهم. ها؟ قلت لك تخلي النمره ديالك ها؟ تخليها يعيطوا لك الاخوان دابا بحال يعيطوا لك في السطات ولا يعيطوا لك في دكاله ولا في مكان. إذا كانت عندك كونتيتي كثيرة ها؟ ولا باغي تبيعها أنا في السوق؟ يلا سير الله يسر الله يسر تبارك الله. شحال أخويا عطاكم الثمن؟ 400 400 تبن تبن ربيع أي ربيع ربيع بال هذا الإخوان هذا ربيع مبالي 400 ياك 400 اللي عطاهم 400 عطاهم 20 درهم الإخوان تبارك الله 20 درهم عطاهم 20 درهم اللي عطاهم الاخوان. الله يسر لك اخويا الله يسر لك الله يسر لك. تبارك الله. عندنا خاص على الفلوس ها؟
الماكله والشتا والشتا خاص على الفلوس والشتا والله يغيط نعم. هادي شحال ما عطيتش شحال؟ عطاونا 12.50 12.50 هادي الاخوان 12.50 تبارك الله 12000 غالله اييه كيقول الاخوان 65 درهم تبارك الله كيقول 65 درهم اييه الملق الفايم فحال شويه قلت قلت شويه الفايم قلت الكساب دابا تضحك الكساب دابا مابقاش قادر يكسبها هادوك هادي الماكله موجوده والفايم ما حكيناش دابا الكساب مابقاش قادر يكسب ملي ولا دابا العلف وفحال هكا بهذا الثمن بحال هكا ولا شويه قادح قاصحه ونطلبوا من الله الله يرحمنا والله يغيثنا نطلبوا من الله الله يسر لكم الله يسر لكم اخويا الله يسر لكم تبارك الله عليك شحال اخويا عطاكم تبينا مازال على الله الله يسر لكم خويا الله يسر الامور يا الله يسر العوان ما شحال ولد عمي 11.55 درهم الاخوان تبارك الله 55 درهم كوكا ولكن كيبان الاخوان تبارك الله مليح البروج اييه مشي البروج خلي فيه مشي البروج اييه قول لي يا واحد من سياق مع الطايفين ياك واخا واخا خلي نمرتك دابا الا شافوا الاخوان يشوفوا دابا الفيديو الا خاصوا البال بحال هكا في شي بلاصه ديه لي يلا قول 06 22 30 63 ها 8-4 في الاخر الاخوان اللي يحتاج البال ديال الكوكو الاخوان يتصل بالصديق الكاميو تو ديالك ياك تو اييه المهم نتوما كلكم راكم مجموعين هيا تبارك الله الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يسر لكم خويا الله يسر الله يجيب تيسير الله يعاونكم الله يعاونكم السلام عليكم كيداير ولد عمي شي مزيان الله يحفظك بعد شحال البال ديال الكوكو خويا 1000 1000 الاخوان 50 درهم البال ديال الكوكو الاخوان 50 درهم 50 درهم الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يجيب تيسير ندوزو الاخوان دابا رحبه الحبوب رحبه الزرعه والزريعه والدراو خاله شوفوا الاثمنه الله يدير الخير الاخوان واك يدير ولد عمي ولا بس عليك واك يدير مع الصحه كلشي مزيان امور هانيه الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك مع شحال الثمن ولد عمي قولش لينا 90 الشعير 4 دراهم ونص اي تبارك الله والفول الفول 180 9 درهم الاخوان هذه نخاله هذه نخاله ديال الشعير 70 ريال الاخوان 3 درهم ونص هذا الشعير تا هو كله 4 درهم ونص كما قلت هي فارينه هذه كلها فارينه كل الاخوان هذه فارينه 90 ريال 125 القمح 125 وهذاك هذا الاخوان القمح 125 شحال 6 درهم و25 فرانك تبارك الله قول لي بغيت تخلي النمره ديالك الى الى دابا كاينين الاخوان كيتفرجوا كيبغوا مثلا الزريعه كيبغوا شي حاجه كونتيتي كيتصلوا بك كيقول لك جيب لنا البلاصه الفلان فلانيه يقدروا كاع يصيفطوا لك شي حاجه ديال العربون وتمشي عندهم ياك واخا يلا قول الرقم ديالك 06 24 99 93 65 حنا الاخوان هنا البلاصه راه في المنطقه ديال القراقره اللي اتصل بالاخ وخاصو بحال هكا كما سمعتوا الاثمنه ديال الزرعه هي سمعتوها اللي خاصها شي حاجه يتصل بي راه يجيبها لي حتى لعين المكان ياك ولد عمي تبارك الله عليك الله يسر لك امور الله يسر الله يسر الامور تبارك الله الله صافي تبارك الله ما شحال اخويا رشيد 25 الاخوان 25 فور هذا هو سميتو المريقه ياك لونسيلاج لونسيلاج الاخوان لونسيلاج 25 ريال تبارك الله هذا الشمندر شحال كيدير هذا الاخوان 96 هذا الشمندر هذا ارك ياك ماشي غليظ هذا ديال فرنسا اييه تبارك الله هذا ديال البلاد الاخوان اياه ديال 70 ريال هذا هو اللي كيترطب ياك كيترطب كيترطب وكيعطي تعطى لهم ياك تبارك الله تبارك الله الله يسر لك خويا الله يسر الله يجيب تيسير تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله الشعير نقي تبارك الله نقي الله دابا هذا يصلح علف وزريعه وكل شيء شحال الثمن 90 عطاهم الاخوان 4 دراهم ونص اللي عطاهم تبارك الله كيبان نقي الاخوان الله يبارك تبارك الله الله يسر لك خويا الله يسر امور تبارك الله عليك تبارك الله عليك السلام اش حالك فراخ قول 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 متخمم متخمم قول قول تبارك الله أربعة وثلاثة بالبيع شحال؟ ها؟
شي بحال بحال. هادو بحال قلتي لي 33 ياك 3300 بجوج 3300 بجوج وهادوك اللي هي 3000 3000 بحال بحال حتى هما 3000 خوت هي تبارك الله كلشي عاد الدجاج مسعر اه تبارك الله يسر لك خويا الله يسر الله يسر لك الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك الله تبارك الله ما عرفت شحال الشعيره 90 الشعير 90 ريال هذا ديال الدجاج هذا ديال الدجاج هذا ديال الدجاج الاخوان هذا اللي بغى ينقب الدجاج هذا شحال داك 70 ريال 70 ريال كيلو ديال القاهرة هي قميحة هي والشعير قلتي كامل شحال 90 ريال 90 ريال هذه رويزة ديال البلاد ديال 8 هي هذه رويزة ديال البلاد هي 4 دراهم الاخوان تبارك الله هذه ماشي رويزة اللي كيعطيو في لا 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 هي ديال الخبيزات فيها كلشي ديال البلاد هي ديال البلاد هي تبارك الله سير تسلم حسين تبارك الله هذا قمح ولا فارينه؟ فارينه هذيك فارينه شحال؟ 90 هي 4 دراهم ونص هي بحال هذيك 4 دراهم ونص فارينه الاخوان تبارك الله هي قول لي دوك السلل ديال التلواش شحال كاين؟ 3600 دوك الشطابات اللي كيشطبوا فيهم؟ جملة دابا 260 260 هذه قلتي 3600 هذا الاخوان هو الدوش هذا هو الدوش ديال الدوش اللي كندوشوا به في القراقرة الاخوان هو هذا تبارك الله السله كتدخل الاخوان لداخل ولكن الاخوان واحد السخونيه كتكون فيه ما نعاودش لكم تبارك الله قال لي جو كوا 3600 اللي قال واقيلا باش باعوها هي هادي الاخوان هادو هما الشطاطب الشطاطب هادو باش كنشطبوا الزريبه باش كنشطبوا قدام الدار المسائل راكم عارفين 260 الوحيده باش باعوها تبارك الله الله يدير الخير الله يغيثنا الاخوان الجو كيقول انه ان شاء الله غيكون المطر لا بغى الله والله الله يغيثنا الله يغيثنا الله يغيثنا الله يغيثنا جمعة مباركة عليكم الإخوان جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.